مش الاستضافة مفيش اي مشاكل الا بس موضوع الحرائق هي عايزين بس تأمين افضل للحرائق يعني لما مطافي طلعناها يعني طلعت بعد الحريقة مع مطافة يعني زير كامل مش اكتر من كده زير زي الكل زوار مسلمين زوار مسلمين كل واحد وطن واحد وواحدة مفيش اي خلافات بيننا ما بين اي النهارده اخر يوم في الدرس تمام كل الزوار زي ما انت شايف مرتاحه ومفيش اي مشاكل فيها هل المساحه كبرت الناس طالما ان احنا محبين وكله جاي حبايب من السنه للسنه عادي مفيش اي وسنة مبروكة إن شاء الله وسنة جاية حيكون أجل كل سنة باجي كتير يعني وشعورك حاليا في حياة دي سنة دي حياة تفلح يعني الله يا بطل ويعود علينا الأيام بخير وعلى الجميع بخير إن شاء الله وهل في حاجة كده ملحوظة عايز تقولها لا ما ملحوظة لا ما فيش مشاكل السنة دي لا ما فيش مشاكل بس هي عاملة يعني الشوارع واسعة شوية